في الواقع القراءة الأولية لهذه النتائج يمكن أن تحصل على صعيدين، الصعيد المحلي أي على الصعيد الفرنسي الداخلي وعلى الصعيد الدولي. بالنسبة للصعيد المحلي بدون أدنى شك اليوم فرنسا تعيش كما ذكرتم في التقرير انتخاب وبرقم إلى حد ما قياسي قارب 58% لانتخاب أو لتجديد ولاية إيمانويل ماكرون لرئاسة ثانية، وهذا الأمر لم يحصل منذ إعادة انتخاب جاك شيراك في العام 2002. هذا من جهة. من جهة ثانية هذا الأمر يؤكد بأن أغلبية الشعب الفرنسي يؤيد سياسة إيمانويل ماكرون، يؤيد المشروع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي أطلقه إيمانويل ماكرون منذ انتخابه في العام 2017، لا يؤيد بالمقابل سياسة مارين لوبان أو باقي المنافسين الفرنسيين. والدليل الفارق الشاسع ما بين كل من المنافسين للدورة الثانية، وأعني بذلك مارين لوبان وإيمانويل ماكرون. ولكن هنا أيضا أفتح قوسين قبل أن أنتقل إلى الشق الدولي، بأننا سنشهد بعد انتخاب يعني بعد اليوم وعند الاستعداد للدخول للانتخابات التشريعية الفرنسية، هناك إعادة خلط الأوراق، هناك إعادة خلط الأحزاب، إذ لأول مرة نجد أن الانقسام الفرنسي القديم الجديد ألا وهو ما بين اليمين وبين السوسياليسم وبين الاشتراكية قد انتهى، ونحن نشهد ولادة تجمعات جديدة وأحزاب جديدة. هذا على الصعيد الداخلي الفرنسي. على الصعيد الخارجي يبدو أيضا بأن ماكرون استطاع أن يحوز على ثقة الفرنسيين خارج فرنسا، أن يحوز على ثقة العالم، أن يشكل إلى حد ما أو مشروع ماكرون يشكل قبولا عند هؤلاء، مما جعل غالبية الفرنسيين المقيم في الأوترمير أي في المقاطعات الفرنسية وفي الدول التي تتبع ما يعرف بالفرنكوفونية كلها تصوت لصالح إيمانويل ماكرون. وبالمحصلة طبعا النتائج التصويت هي التي تعطي الصورة الواضحة عن أن إيمانويل ماكرون يستحق الفوز. نعم، أيضا في المقابل دكتور سلام 28% لم يصوتوا في الانتخابات، وأيضا 4 أو 6% سلموا ورقة بيضاء في الانتخابات. ماذا تعني هذه الأرقام؟ في الواقع إن 28% ليست بالنسبة القليلة، ولكن يبدو لنا ومن خلال بعض الإحصاءات التي نحن القانونيين نجريها عادة بأن هذا الأمر كان يحصل في انتخابات من هذا النوع. فهناك قسم من الشعب الفرنسي إما يعتبر أنه لا يوجد من يحظى على ثقته، إما بأن مرشحه للانتخابات الرئاسية لم يحالفه الحظ للوصول للدورة الثانية، وبالتالي فهو امتنع عن التصويت أو وضع ورقة بيضاء دليل احتجاج. وهناك أيضا من الفرنسيين الذين في الواقع لا تعني لهم السياسة، وهم ليس بقلة، وبالتالي إذا جمعنا كل هذه الأصوات نجد أنها تشكل ما بين 22 إلى 32% كممتنعين على الأصوات وورقة بيضاء. ولكن الأكثرية قالت اليوم الكلمة المطلوبة منها، وتم إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون، وهو الرئيس الذي يبدو أنه يمثل تطلعات غالبية الشعب الفرنسي. طيب، ما الذي عزز برأيكم حظوظ ماكرون للفوز بهذه الانتخابات، وما هي أسباب صعود اليمين على رأسها حزب التجمع الوطني في المشهد السياسي خلال السنوات الأخيرة دكتور سلام؟ في الواقع هذا سؤال جميل. أولا صعود اليمين، أعتقد أن الهجرة مثلا، وجود حالة انفتاح من قبل الاتحاد الأوروبي بمنح المهاجرين أو توزيع ما يعرف بفيزا الشنغن بأكثر مما كانت أوروبا تقبل في الماضي، ازدياد نسب البطالة والفقر، فنجد أن بعض الفرنسيين محرومون من العمل في وقت أن أغلب المهاجرين يحصلون على إعانات من الدولة أو يجدون وظائف على حساب اليد العاملة الفرنسية. هذه العوامل جعلت من بعض الفرنسيين يتشددون
يتجاوزون ويتعصبون قليلا وينحازون لليمين، خاصة للبلوك ناسيونال وهو اليمين المتطرف الذي تقوده مارين لوبان. ولكن يقابل ذلك سياسة ماكرون التي يبدو أنها حازت على أغلبية ثقة أو على أغلبية أصوات الفرنسيين، ديناميكيته، إطلالة فرنسا على الساحة الدولية. يجب ألا نغفل، وأنا كمواطن لبناني فرنسي ولكن محصلة الأمر كمواطن لبناني، نجد اهتمام ماكرون بلبنان، بالشعب اللبناني، أنه كان أول الرؤساء الذين حضروا بعد تفجير مرفأ بيروت. الدور الذي تلعبه فرنسا في الشرق الأوسط، لا يعني إلى حد ما لا يمكن أن نتجاهل حرص فرنسا على حقوق الإنسان، على دعم العالم العربي. كل هذه الأمور جعلت هناك قبول بأنه يبقى، مثل كما نقول بالفرنسية فوت دو ميو، يبقى إيمانويل ماكرون أفضل من غيره أو أفضل من باقي المرشحين على الساحة الفرنسية، على أمل بأن الخمس السنوات القادمة تحمل خططا ومشاريع جديدة طالب بها ماكرون وطالب بتحقيقها. عندئذ سنرى مما إذا كان فرنسا ستشهد أيضا مزيدا من التقدم والتطور، أو أن اليمين سيسيطر على الاختراع الفرنسي. نعم، من باريس الدكتور سلام عبد الصمد، محامي ودكتور في القانون الدولي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.